لا 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 انت وليد طبعا ما كنتش انت موجود. طب دي المولوديه بقى ده كان عروق. ده من اجمل الماتشات. مين لعبه؟ حد فيكم لعبه؟ لا انا ما لعبتوش، انا كنت احتياطي برضو. كابتن فاروق كنت انت الكوتش؟ كنت انا كابتن فاروق. مع مكاي كده. على فكره الماتش ده كمان الماتش ده 4-0. ده خالد غندور يمكن افضل ماتش لعبه خالد غندور في حياته، دي نقلت خالد غندور نقله ثانيه باثنين لعيبه. عفت نصار الحلوه، عفت نصار حطيتها زي ضربه الجزاء. وانت هنا بس زي ضربه الجزاء. يمكن افضل المباريات اللي لعبها نادي الزمالك في البطولات الافريقيه الماتش ده. كان فريق جزائري، ده كان فريق قوي جدا. ده اللي ودانا النهائي يا كوتش. ده اللي ودانا النهائي. ورحنا على فكره، رحنا المباراه الثانيه. مدحت كنت موجود معانا برضه في ملعب مولوديه. كنت انت موجود يا مدحت؟ ما هو البطوله دي يا كابتن كان كابتن فاروق ساعتها. كان اصغر اثنين، كنا في منتخب ناشئين ساعتها، كان اصغر اثنين يزيدوا بطوله افريقيا. انا وليد معز. وليد. كان كابتن فاروق واخدني معاه ساعتها في بطوله افريقيا دي. واشتركت في الماتش العوده ده؟ لا انا كنت موجود احتياطي حتى لغايه ماتش كتوكو. امال مين لعب قلبي دفاع في الماتش ده؟ كان هنا برضه نبيل محمود. نبيل نبيل محمود وهشام ياك. وهشام ياك. وانت سنك كان كام في الوقت ده؟ كان 17 سنه 13 سنه. ايام افريقيا وانت 17 سنه. كفر كانوا واخدين السنوات معاهم. طلعتهم صغيرين. ما شاء الله. كان هم وكان وليد معاذ كان لعيب كويس جدا كمان، بيلعب في وسط الملعب. بيلعب في نص الملعب، بيلعب على الطرف. وهو على فكره حارس المرمى في مباراه العوده بيشوط الكره، راح رايح ناطط قدامه، راح جاي فيه ودخل الجول. ودخل الجول. واحد واحد. هنشوفها حالة دلوقتي. ماتش المولودية ده انا كانت رجليها في الجبس يا كابتن مدحت. كنت متجبس. ودخل خالد الكابتن فاروق.